السلام عليكم ورحمة الله. كشف الإعلامي والمحلل السياسي السعودي محمد رفيد عن المهمة التي تم تكليف العميد طارق صالح للقيام بها لتحرير محافظة تعز من قبضة الميليشيات الحوثية. وأشار الرفيد إلى أن قائد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية العميد طارق صالح توجه إلى تعز لقيادة معركة التحرير، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقها التحالف العربي باسم حرية اليمن السعيد. كما أوضح الإعلامي السعودي أن القوات التهامية ستقود معركة تحرير محافظة الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية. واختتم الرفيد بقوله: حرية الأمن السعيد انطلقت ولن تتوقف بإذن الله إلا بعد التحرير الكامل. وكانت مصادر يمنية أكدت أن التحالف العربي يرتب مع القوات الحكومية وأولوية العمالقة والمقاومة التهامية لإطلاق عملية عسكرية لتحرير محافظتي تعز والحديدة. وبحسب المصادر فإن العملية العسكرية المرتقبة سيكون مسرحها محافظة تعز الحديدة بهدف تحرير المحافظتين بالكامل من قبضة الميليشيات الحوثية. وأوضحت المصادر أن العملية العسكرية ستكون على محورين: الأول ستشارك فيه قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية والجيش الوطني لتحرير محافظة تعز، فيما المحور الثاني للعملية ستشارك فيه ألوية العمالقة والمقاومة التهامية لتحرير محافظة الحديدة من جماعة أنصار الله الحوثية. وواصلت قوات ألوية اليمن السعيد المدربة تدريبا نوعيا من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن تقدمها في 3 جبهات رئيسية على حساب ميليشيات الحوثي، فيما لقي عدد من قيادات الحوثي البارزة مصرعهم في جبهات مأرب وغارة التحالف على صنعاء. وأكدت مصادر ميدانية في محافظة حجة شمال غرب اليمن استمرار عملية ألوية اليمن السعيد في تحرير وتطهير مدينة حرد الحدودية مع السعودية بعد تحرير 70% منها خلال عملية مباغتة نفذها أمس عبر محورين. وأوضحت المصادر بأن القوات بإسناد مباشر من مقاتلات التحالف تقدمت عبر من الجهة الشرقية للمديرية حرد عبر المحور الأول من منطقة الفج مرورا بمعسكر المحطام وصولا إلى جبال الحصنين من الجبهة الشرقية لحرد، والثاني باتجاه قرية خمج والخط الإسفلتي والطرق الرملية وصولا إلى جبال الحصين لتطبيق على الميليشيات في مدينة حرد، فيما اقتصرت قوات المنطقة العسكرية 5 التابعة للشرعية على تأمين المناطق المحررة. وكانت قوات ألوية اليمن السعيد حررت جبل محصن وجبل الشبكة المشرف على وادي رد، وواصلت تقدمها عبر مثلث الملاحيظ باتجاه صعدة وجبل النار، وكذا على الطريق المؤدي إلى مديرية ميدي بالجبهة الغربية لحرد والطريق المؤدي إلى مديرية عبس من جهة مثلث عاهم، وقطعت الطريق الرابط بين مديرية حرد وجبل الهيجة حيث الطريق الرئيسي للحوثيين بين عبس وحرد. ما استهدفت مقاتلات تحالف تعزيزات وآليات حوثية في جبهة كتاف البقاء، وقصفت مدفعية الجيش اليمني موقعا تدريبيا حوثيا في منطقة رقو بمديرية منبه، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف منتزقة.